بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم نعرض على إخواننا المزارعين، طبعا آلة معروفة عند كثير منهم وبعض الإخوان يسألون عنها، هو المنشار التردد الكهربائي. هذا المنشار الترددي الكهربائي، جيب المنشار العادي، طبعا هذا المنشار العادي لقص جريد النخل، وننصح باستخدام المنشار الترددي إذا توفرت الكهرباء، سواء من مصدر دائم أو ماطور متنقل، لسرعة إنجاز هذا المنشار الترددي. هذا المنشار العادي طبعا يؤدي الغرض، ولكن يأخذ وقت أكثر من طبعا من المنشار الكهربائي. هذا المنشار الكهربائي الترددي لقطع جريد النخيل الجاف، طبعا له ريشة، هذا الريشة تفك بسهولة وتبدل، هذه طريقة عمله، طبعا سريع في إنجازه. لن نتحدث عن طريقة قص الجريد، ولكن هذا الجريد الناشف، هذه الجريدة تقص بشكل مباشر. طبعا سريع، لذلك ننصح به، طبعا لا يخفى على الاحتياطات الضرورية عند العامل، الاحتياطات الضرورية عند العامل يأخذها العامل. واقع سريع في قص جريد النخل الناشف، وكذلك في التكريب، توجد منها أنواع كثيرة في السوق، فننصح المزارعين بالمنشار الترددي لسرعة إنجاز بعض المهام مثل قطع جريد النخيل الناشف. طبعا لا ننصح بقص الجريد الأخضر في أي حال من الأحوال، إلا إذا كانت تعيق الحركة بشكل كبير، لأن هي مصدر غذاء النخيل. عملنا هذا الفيديو للتعريف في خدمة قص الجريد الناشف عن طريق المنشار الترددي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك علما ينتفع به.